السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذه اليوم عن الفصل الثامن، وسوف ناخذ في الفصل الثامن عن الكهربائية والمغناطيسية. وسوف ندرس في الفصل الثامن 3 دروس، الدرس الأول الكهربائية الساخنة، وفي الدرس الثاني الكهربائية المتحركة، وفي الدرس الثالث عن المغناطيسية. نجي ناخذ الدرس الأول وهو الكهربائية الساخنة. ماذا يوجد في هذا الفصل؟ نوضح، الكهربائية الساخنة تحدث عند تجمع الشحنات السالبة مع أو الموجبة على سطوح الأجسام. أصنف الشحنات الكهربائية إلى نوعين، موجب وسالب. أفسر أن التفريغ الكهربائي يحدث عندما يفقد الجسم المشحون شحنته الكهربائية. نجي نعرف شلون تشحن الأجسام الكهربائية الأجسام بالكهربائية الساخنة. عندي ورقة قطعتها قطع صغيرة، وعندي مسطرة بلاستيكية. دلكت المسطرة البلاستيكية بقطعة من الصوف أو بالملابس مالتي، وأجي أقرب المسطرة من الأوراق. شو نلاحظ؟ نلاحظ عندنا ارتفاع الورقة مع المسطرة، يعني صار عندي قوة جذب الورقة مع المسطرة. احنا دائما نسويها، ولحد الان نسويها، نقول احنا سوينا السحر. شوف السحر الان سويته، بس احنا شو نسوي؟ لو نحكها بملابسنا، لو نحكها جوا اباطنا وبالمسطره ندلكها مرتين ثلاثه ونجي نقربها. هاي صارت عندي شحنات الكهربائيه. من اجي ان اعرف الشحنه الكهربائيه او الشحنات الكهربائيه، صار عندي فقدان وعندي اكتساب هذه الشحنات. من أجي أعرف الشحنات الكهربائية، أقول له وهي جسيمات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها، وتتولد على سطوح الأجسام عند احتكاكها بعضها ببعض، مما يؤدي إلى انتقال الشحنات الكهربائية بينها. أي أن الشحنات الكهربائية تنتقل من جسم إلى آخر بعملية الدلك. إذن الشحنة الكهربائية تنتقل من جسم إلى آخر عن طريق منه؟ الدلك. أي أن المسطرة قبل ما أدكها آن بالصوف كانت متعادلة كهربائيا، يعني الشحنة الموجبة والشحنة السالبة كانت متعادلة. من جيت بندلكتها شنطيتها، أنطيتها شحنة سالبة، والأوراق أنطيتها شحنة موجبة. هذا ش أسميه بالكهربائية السالب الساكنة العفو أو التكهرب. الكهربائية الساكنة أو التكهرب. الكهربائية الساكنة أو التكهرب هو فقدان أو اكتساب الشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام. هو شنو هو؟ فقدان أو اكتساب الشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام. نجي نقول إن الشحنات الكهربائية نوعان، الشحنات السالبة ويرمز لها بالإشارة الناقص، والشحنات الموجبة ويرمز لها بالإشارة الزائد. إذن عنده شحنتين، موجب وسالب. بيش حتتأثر هذه الشحنات الكهربائية؟ تتأثر الشحنات الكهربائية فيما بينها كما في الأقطاب المغناطيسية. فالشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر، يعني أنا من عندي قطب مغناطيسي اللي حناخده بهذا الدرس إن شاء الله، في الدرس الثالث، عندنا شمال وجنوب، عندنا الشحنات الكهربائية إذا متشابهة تتنافر، وإذا مختلفة تتجاذب، وإذا متعادلة تعادل الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة حتكون متعادلة كهربائية. شلون؟ عندي مثال، أجيب عندي نفاخة، هاي النفاخة نفختها دلكتها بالقطعة مال الصوف، قربتها من على الحائط أو الجدار، صار عندي التصقت. عندي نفاختين معلقتها أنا بخيط، حطتها على الحائط، جيت القطعة مالصوف نفس القطعة اللي دلكت بها النفاخة الأولى أو اللي بحدها وخليتها على الحائط دلكتها مع بعضها، شو ألاحظ؟ ألاحظ إنه هذه النفاختين تبتعد عن الآخر، يعني تنافس. ليش؟ لأن حملت نفس الشحنات النفاخة الأولى مع النفاخة الثانية. فإذن عندنا إنه عندما عند تشابه
الشحنات لأنها تتأثر. أجي أدرس الموضوع اللي بعده هو التفريغ الكهربائي. مرات مثلا من مشيت على سجادة من الصوف وراها رأس الأزم قدام الباب، شي صار عندي نكلة، أو مثلا نزلت من سيارة بعدين همينة دا أفتح أو دا أفتح الباب أو أي جزء معدني بالسيارة، همينة عندي حصل النكلة احنا نسميها. او عند مثلا مرات اطخ شخص بشخص ملابس مالته او ملابس مالتي واحد من اجل الصوف، صارت عندي هاي النكلة. او مرات احنا نجرب اكثر شيء اللي نشاهده بالشتاء، مغطين البطانية ويصير احتكاك ويا ملابس مالتنا، انا لابس سخينة ويا البطانية او اللحاف، ونشوف مرات الشحنات كهربائية ويصير عندنا هاي النكلة. احنا شو نقول؟ النتلت. هذا بالاسم العلمي اسميه بالتفريغ الكهربائي. صار عندي اني اشعر بالطاقة الكهربائية الخفيفة، احنا نسميها بالعامية النكلة، بس انا شنو اسميها؟ اشعر بالطاقة الكهربائية الخفيفة. هذا الانتقال يصبح جسمي متحادي كهربائيا، هذا ما يسمى بالتفريغ الكهربائي، اسمه تفريغ كهربائي. فمن اجي اعرف التفريغ الكهربائي هو فقدان الجسم المشحون لشحنته الكهربائية. هو شنو؟ فقدان الجسم المشحون لشحنته الكهربائية. عندنا موضوع الاخ هو كيف يحدث البرق والصاعقة. نشوف بالأنواع الجوية سواء تابعتها على التلفزيون أو تابعتها بالإنترنت أو شفت الجو عندي يتغير، طقس مرة حار مرة بارد مرة ممطر مرة معتدل مرة غائم مرة مشمس، هاي تغير حسب فصول السنة. بالأيام العادية يعني جو كل شيء ما بي، ما عندنا رياح لعواصف، نشوف السحاب مادة ما يكون يعني صافية بيضة دائما نشاهدها، يعني هاي الغيمة أو السحب خالية من قطرات المطر. إذن عندما يخلو الجو من الرياح والعواصف تكون السحب التي تحمل قطرات المطر مشحونة غير مشحونة ومتعادلة كهربائيا. بس أيام الشتاء الممطر فإنها تنشط حركة الرياح والتي تعمل على شحن السحب، يعني الرياح تشحن السحب، إيش حتجعلها للسحابة؟ تحمل شحنات سالبة في أسفلها وشحنات موجبة في أعلاها. يعني آني السحابة مر عليها رياح انطتها من أعلى شنطتها شحنة سالبة وفي الأسفل شحنة موجبة. إذا اقتربت سحابتان من بعضهما البعض وكان طرفاها، يعني وحدة جتي الصف الثاني أحد الطرف مالتها المشحون بالشحنة السالبة والطرف الثاني مشحون بالشحنة الموجبة، فإن الشحنات الكهربائية السالبة تنتقل من السحابة الأولى إلى السحابة الثانية عبر الهواء الموجود بينها. إيش حتولد؟ حتولد حرارة هائلة يصبح ضوءا شديدا، وهذا ما يسمى بالبرق، ويطبعه صوت قوي بشكل مفاجئ يسمى بالرعد. يعني أنا شلون عندي حمس إياكم إنه السحابة إيديا خالتها وحدة مقاديل
الثانية صار عندي هواء، الإيد مالتي من فوق مشحونة بالشحنة السالبة، من جوا مشحونة بالشحنة الموجبة، واقتربت إيدي من بعضها، صار عندي الطرف السحابة الأولى سالب، أو الإيد الأولى العفو أني مشحون بالسالب، والثانية الطرف الثاني مال الإيد موجب، اقتربت من بعضهما، صار عندي حتنتقل الشحنات السالبة من إيدي الأولى لإيدي الثانية، وعندي وياها هواء صار بيها حيولد حرارة هائلة، مش حيصير عندي ضوء شديد، هذا الضوء الشديد أسميه بالبرق، وراها حيصير عندي صوت قوي بشكل مفاجئ يسمى بالرعد. هاي عندي صار عندي برق ورعد، بس إذا كانت هاي الشحنة مالتي مشحونة بشحنة سالبة قريبة من سطح الأرض، شنو عندي؟ بس الشحنة السالبة بس تكون قريبة من سطح الأرض، ايش حيحدث عندي؟ تحدث عندي صاعقة. الصاعقة هي شنو؟ وهي تفريغ للشحنات السالبة من السحابة إلى سطح الأرض، وتكون بشكل شرارة قوية جدا. بالبرق، بعنتبهوا طلاب ماما، بالبرق وبالرعد صارت عندي حرارة هائلة، بالصاعقة شرارة قوية. إذن إذا عندي بس سحابة مشحونة بشحنات سالبة وكانت قريبة من الأرض، إيش حيتوقع؟ حيتوقع حدوث صاعقة. هاي الصاعقة أسميها تفريغ شحنات السالبة من السحابة إلى سطح الأرض، وتكون بشكل شرارة قوية. هذا اليوم درسنا، أتمنى أن تفهمون هذا الدرس، ونلتقي بدرس ثاني. أتمنياتي لكم بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.